الدلو. الدلو الدلو في بيته الرابع. خلينا نقول مشكلة تخص بيت أو عقار، عقود بيت، تأسيس بيت، تنظيم بيت، أعطال أجهزة في البيت زي التلاجة، زي التكييف، زي الميكرويف. الحاجات دي ممكن تحصل أعطال في البيت، وبرضه ممكن يحصل، بس مش هتوصل للبيك يعني. الدلو ممكن يحصل خلافات بس مش هتوصل لانفصال تام، ممكن تحصل خلافات مع الزوج أو الزوجة، وهتحل فنحطهم جنب برضه الأسد العقرب والأسد. بس هما التالت مش بنفس القوة، هما أصلهم محطوطين في النص في محور الخسوف، الخسوف ما بين التور العقرب وهو في النص الدلو، فهو مش عايزة أقول بيتلطش أقلهم بالاتنين، يعني، اللي هو اللي هنا رايح واللي هنا رايح، فأنت في أقل من الوسط الأسد والعقرب في بالظبط، بس يعني ممكن إيه يتاخد في الرجلين شوية. الحوت ما عندوش حاجة تخض، الحوت جايله في التأجيل أو تعطيل، ليه ميعاد مهمة مثلا انترفيو لا هنأجلها لك، ليه مستحقات في البنك يروح يلاقيها لسه ما نزلتش في البنك، تأجيل وتعطيل ومماطلة بس لأحداثه لحياته. بس ساعات الانتظار بيضايق يعني، ممكن ده ايه ده انا بس ميعاد يعني القبض، ايه ده الفلوس ما نزلتش، قاعدة ايه أخف ده من انا رايح العدم. انترفيو معين، ايه ده صاحب الشغل ما جاش. تأجيل، انت بتبقي رايحة مشوار ومهيئة لحاجة، فعندك تأجيل في كل أمورك.